ورحمة الله وبركاته. سبا معاكم من البايت اوف ديلايت. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض وصفة البسبوسة، من الحلويات الشرقية المشهورة جدا في العالم العربي. في ناس بتقول عليها هريسة، في ناس بتقول عليها قلب اللوز، بس بيبقى فيها لوز. احنا مش هنحط فيها لوز، بس هو معظم الحاجات دي كلها شبه البسبوسة اللي احنا بناكلها عندنا في مصر، مع اختلافات بسيطة، ودي غير الهريسة اللي بناكلها في مصر. تعالوا نشوف انا هعملها ازاي مع بعض. علشان نبتدي نعمل البسبوسة بتاعتنا، انا عندي كمية من السيمولينا، عليهم كمية من الجوز الهند، وده اختياري. ممكن تشيلوه وتستغنوا عنه خالص في الوصفة وتستمروا عادي خالص. وعليه كمية بسيطة من الملح، رشة حتى مش كمية يعني. هنقلبهم كويس مع بعض بالشكل ده، كده يختلطوا كويس قوي مع بعض. على جنب عندي كمية من الزبدة، تمام. ممكن تستبدل بزيت او دهن نباتي اللي هو زي المارجرين او الشورتنينج، وممكن تستخدموا سمنه. انا مش بحب السمنه. على نار واطيه خالص هنبتدي ان احنا ندوبها خالص عشان نضيفها على خليط المواد الجافه بتاعتنا. اوكي، بالشكل ده دوبنا الزبده بدون ما نخليها تغلي خالص. بالشكل ده دابت معانا. ففي المرحله دي هنضيف الزبده بالكامل على خليط المواد الجافه. طيب، بالشكل ده نبتدي نقلب الزبده كويس جدا مع حبيبات السيمولينا او السميد او السيمولينا. في مصر مشهورين او بدقيق البسبوسه، وليهم كذا قوام، قوام خشن خالص، قوام متوسط الخشونه، وقوام ناعم خالص. ممكن تعملوه باي واحد فيهم، بس الخشن خالص بيبقى تخين قوي، فما بيبقاش شبه البسبوسه اللي بتشتروها من بره، فخلوه متوسط الخشونه او ناعم. الناعم بس محتاج يتريح وقت كتير قوي زيادة عن متوسط الخشونة. فلو عندكم السيمولينا ناعمة خالص ريحوها كتير جدا، وهنتكلم في الموضوع ده خلال دقايق. غلفنا حبيبات السيمولينا بالشكل ده بالزبدة كويس جدا 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 بالمعلقة كده. في اللي حابب يستخدم ايديه، بس انا متحكمة كويس بالمعلقة بالشكل ده. هخلي طبق المواد الجافة ده كده على جنب، ونرجع لنفس الحالة عشان بس مش عايزة اوسخ مش اكتر. هنضيف كمية من السكر، اوكي، وهنضيف كمية من الشربات التقيل او عسل الجلوكوز او عسل النحل. بالشكل ده زي ما انتم شايفين تقيل جدا، هو زي شربات زي بتاع الكنافة بالطريقة دي، بيكون عندي فائض بستخدمه بالشكل ده، بيكون تقيل، هو اللي بيمسك لي البسبوسه في بعض. انا استخدمت الحله مطرح الزبده عشان ما اوسخش، مش عشان حاجه يعني، ملهاش اي اسباب. هحط برده رشه بسيطه قوي من الفانيلا، انا بحب طعم الفانيلا يكون باين شويه. ممكن لو عايزينها طعم عربي تحطوا لها حبهان او اللي هو الهيل. وعندي هنا كميه من الميه المغليه هضيفها بالشكل ده، اوكي، ومعلقه او ويسك او كده. هبتدي اقلب كله مع بعضه كويس بحيث نضمن ان السكر كله ذاب بالشكل ده. زي ما انتم شايفين ده عندي السكر خالص، مفيش اثر ليه تماما. فهجيب خليط السيمولينا مع الزبده، هضيفه خليط الميه بالكامل في منتصفه. ميه ممكن تستبدل بلبن حليب او زبادي، بس انا بفضل الميه اولا عشان الدهون تبقى اقل كفايه، او الزبده اللي دخلت فيها. ثانيا علشان شفت كذا شيف كبير جدا في مطاعم، يعني في حلوانيين شرقيين بيعملوها بالطريقه دي بالميه، مش بلبن حليب ولا زبادي ولا اي حاجه، فعجبتني جدا عشان طبعا اكيد اخف بالنسبه لي، قلت اجربها بالطريقه دي، ميه مش اي حاجه تانية. اوكي، هنبتدي نخلط السيمولينا. ودايما تسمعوا الشفات كل الناس يقول لك ايه، ما تخلطش السيمولينا كتير. ليه ما نخلطش السيمولينا كتير؟ زي في بعض الوصفات اللي فيها الدقيق، ما نخلطش الدقيق كتير علشان الدقيق والسيمولينا فيهم عرق. يعني ايه فيهم عرق؟ يعني فيهم جلوتين. الجلوتين ده البروتين اللي جوه الدقيق. لما بنبتدي ان احنا نقلبه كتير ونخدمه كويس، يعني ايه نخدمه؟ يعني نقلبه جامد كتير ونشتغل فيه كتير زي ما انا بعمل كده، نفضل نقلب فيه كتير قوي. ده بيخلي البروتين ده يشتغل او الجلوتين ده يشتغل، وبالتالي لما نيجي نسويها هتبقى ناشفه البسبوسه. ف حاجه من الاثنين، ان احنا ما نقلبهاش كتير
وندخلها دلوقتي على طول انها تستوي، بس انا مش بفضل الطريقه دي. ليه؟ اولا السيمولينا اللي احنا مستخدمينها دي زي ما تقولوا بتحب الميه وبتحب تشرب ميه، هي كده ما لحقتش تشرب حاجه، فاحنا عشان نخليها تشرب لازم نريح العجينه، وعلشان نقلبها براحتنا وبعد كده نسيبها ان هي ترتاح خالص خالص خالص، والجلوتين يبتدي يرتاح ويهدى عشان ما يعملش العرق ده، ما ينشفش ويقفش كده، فلما نسويها هتبقى ناشفه. لا احنا عايزينها ترتاح خالص وتريلاكس عشان ما تبقاش عجينه ناشفه بالشكل ده. ده شكلها زي ما تقولوا بتتفتفت من بعضها كده، الفتفته كده هو ده اللي احنا عايزينه، هو ده القوام اللي احنا بندور عليه بالشكل ده. اوكي هنسيبها ترتاح في الفان اللي احنا هنخبزها فيها بالشكل ده. هبتدي ان انا احطها بالكامل جوه البان اللي انا عايزه اخبزها فيها. البان اللي انا مستخدماها بان اللي هي بتتفتح القاعده بتاعتها من تحت، اللي هي زي بتاعه التشيز كيك، عشان انا عايزه الحجم ده النهارده. بس انتوا ممكن تستخدموا اي واحده، عشان كده بحطلها فويل من بره يعني، علشان مفيش اي حاجه تتسرب او تطلع كده تخرج منها. بالشكل ده هحاول بالسباتشولا كده ان انا افردها كويس في الصينيه بتاعتي. الصينيه دي انا ما بحبش اخلي البسبوسه بتاعتي تفضل في الصينيه، بحب ان انا اشيلها. وساعات لو يكون عندكم او هتاخدوها لضيوف برضو الافضل تحطوا ورق خبز مضاد للحراره يكون مدهون بماده دهنيه او طحينه. الطحينه بتديها طعم زي اكنها انتوا شارينها من بره بالشكل ده. نضغط عليها ونضمن ان كل البسبوسه متساويه من كل الجهات. وبعدين زي ما انتوا شايفينها كده اهو، في ناس بتخبزها على طول، انا مش بخبزها على طول عشان اضمن النتيجه. ساعات لما تخبزوها على طول النتيجه ما بتبقاش مضمونه. اقل مده تسيبوا البسبوسه دي ترتاح وهي متغطيه، هنحط على وشها كيس دلوقتي، نسيبها ممكن في درجه حراره الغرفه ترتاح ساعتين، وممكن تدخلوها التلاجة وتريحوها 12 ساعة وممكن 24 ساعة كمان. كل ما ترتاح كل ما هتضمنوا ان البسبوسة بتاعتكم هتطلع طرية وجميلة جدا. فانا هسيبها ترتاح وبعد كده نرجع نخبزها ونشوف هنعملها ازاي مع بعض. انا سبت البسبوسة ترتاح في درجة حرارة الغرفة وهي متغطية حوالي ترتاح حوالي 4 ساعات ونص في درجة حرارة الغرفة. دلوقتي انا سخنت الفرن على درجة حرارة 180 او 190 على حسب الفرن بتاعكم، وهنبتدي ان احنا نخبزها. اوكي هحط لها كميه من الكاشيو ونضغطه كده جوه بحيث يلزق جواها. اي نوع مكسرات ممكن تسيبوها ساده مفيش مشكله، انا مش بحمصه عشان هو هيتحمص في الفرن. اوكي بالشكل ده البسبوسه كلها حطيت على وشها كاشيو بطبق او بايدي بضغط جامد علشان المكسرات تلزق على وش البسبوسه ما تطلعش منها بالشكل ده. ايدي طبعا لازم تكون نظيفه بالطريقه دي. وبعدين ندخلها نخبزها على حسب كل فرن طبعا، تقريبا بتاخد من 35 ل 40 دقيقه. 5 دقايق قبل ما تطلع على طول نحضر الشربات بتاعها، الشربات يكون مغلي وهي تكون سخنه. و الاول هحطها حراره من تحت بس لغايه لما الاقي الاحراف ابتدت تبقى لونها بني فاتح وجولدن، ومعناه ان هي ابتدت تستوي، فنبتدي نطلعها للرف الوسطاني. تعالوا نروح نسويها ونرجع نشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. هذه البسبوسه على طول اهي بعد ما خرجت من الفرن اخدت لون جولدن ممتاز. هحطها في صينيه ثانيه لان دي زي ما اتفقنا الصينيه بتاعه التشيز كيك، فاخاف لما احط لها الشربات ينزل منها، فحطيت لها الصينيه دي جاست ان كيس. الشربات عندي هنا بيغلي زي ما انتم شايفين، بيغلي خالص على الاخر. ابتدينا نحضره 5 دقايق قبل ما البسبوسه تطلع، وهنبتدي نضيف منه البسبوسه بالشكل ده وهي لسه خارجه سخنه، وهتتشرب دلوقتي وتبقى ممتازه. هنبتدي نغطي على وشها بحيث تفضل طريه وتتشرب حلو، ونرجعها تاني الفرن اللي لسه مطفي. الفرن اللي لسه طافينه بيبقى فيه حراره، نخليه البسبوسه جوه لحد ما تبرد خالص، ده بيساعدها انها تشرب الشربات بطريقه كويسه. بالشكل ده البسبوسه عندي شربت الشربات كله بالطريقه دي وبردت، اقدر امسكها عادي خالص. بالشكل ده نحاول ان احنا نشيل الفول ونفصل الطرف بتاع الفان. عموما لو الفان دي كانت عاديه هحط ورقه خبز واقلبها، وبعد كده اقلبها على طبق
مفيش اي مشكله، انا حاطه ورق خبز في القاع بتاعها، فان شاء الله هتتقلب معايا بسهوله، مفيش اي مشاكل خالص. ايوه على ورق الخبز عشان احفظ وش البسبوسه بالطريقه دي. مش ويش، هنشيل القاع بالطريقه دي، القاع بتاع البسبوسه بشيلها بشويش، بشيلها بشويش كده، بحط طبق التقديم واقلبها بالطريقه دي. ودي البسبوسه بتاعتي اصبحت جاهزه. هقطع لكم حبه من حته من البسبوسه بالشكل ده، هنقطعها بالطريقه دي، بس زي ما انتم شايفين طريه وممتازه جدا، القوام بتاعها ممتاز. ان شاء الله مش هتشتروا تاني من بره بعد الوصفه دي خالص. ممكن على فكره برضو قبل ما تدخلوها الفرن تقطعوها زي ما انا بقطعها كده، وبعدين تبقوا تسووها وتسقوها، بس انا بحبها على بعضها، خاصه لو هاخدها لحد او هقدمها قدام حد ضيوف او كده، واقطعها وقت التقديم بالشكل ده. دي البسبوسه بتاعتنا، وريكم قطعه من الداخل، دي شكلها من الداخل، اكتر من رائع، منظر بيشهي وغير طبيعي، واتمنى ان انتم ان شاء الله تجربوها في اقرب وفي اول فرصه، وتستنوا عليها اما تبرد خالص وتهدى علشان تبقى متماسكه بالشكل ده، ما تبقاش متفرفطه وتبوظ منكم. بليز حاولوا تجربوها وان شاء الله تعجبكم جدا. ثانك يو.